السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد ونتكلم فيه عن موضوع لماذا الفوركس والتداول عبر الإنترنت ممنوع في السعودية، يعني بنظام الرافعة المالية. لماذا تمنع معظم البنوك الآن الحوالات الواردة الصادرة أيضا لشركات الفوركس العالمية؟ طبعا المملكة العربية السعودية لا ترخص شركات تداول عبر الإنترنت برافعة مالية عالية إطلاقا، يعني لا يوجد شركات تداول مرخص مثلا برافع مالية 1 إلى 50 أو 1 إلى 100، هذه غير مرخصة وغير مسموح بترخيصها إطلاقا في السعودية. طبعا أي شركة أو شخص بيحكي لك في شركات مرخصة في السعودية بيكذب عليك، يعني بيكون بده يخدعك، إما بده عمولات عشان تسجل عن طريقه أو بده يشتغل لحساب شركة نصابة في الخارج عشان يأخذ عمولات. لا، لماذا لا ترخص السعودية شركات التداول؟ يعني المملكة العربية السعودية الآن تشهد انفتاح اقتصادي عالمي، يعني تشهد جذب للاستثمارات العالمية. الآن احنا ممكن طبعا احنا بنحكي عن الفترة القادمة ممكن ان المملكة العربية السعودية يصير فيها شركات مرخصة بشكل قانوني في السعودية. الآن هناك خلط بين شركات التداول النصابة وشركات التداول الموثوقة. الآن شركات التداول النصابة على مستوى العالم كثيرة، يعني الشركات اللي احنا بنشوف اعلاناتها على الانترنت معظمها شركات نصابة، الشركات الموثوقة قليلة جدا. شركات نصابة يعني كيف بتيجي على العملاء مثلا تتواصل معهم، مثلا لما يسجل واحد معهم في السعودية بيقولوا له حط فلوسك احنا بنربح لك، بعد فترة اذا حط مثلا 10000 دولار بتصير 50000 دولار، بيحكوا له ربحت كثير حط اكثر، ممكن يربح حط اكثر. لكن المشكلة وين بتصفي؟ اذا جيت تسحب اموالك وارباحك بيحكوا لك ادفع الضرائب، ادفع التأمين، ادفع الرسوم، واذا دفعت مش راح تحصل شيء، لانه اصلا لا يوجد لا ضرائب ولا تأمين، لان هذه الشركات النصابة مجرد موقع انترنت فقط، يعني لا يوجد لها عنوان فعلي على ارض الواقع ولا يوجد لها موظفين حقيقيين، بتكون مجموعة من النصابين فقط بسوي موقع على الانترنت بتواصلوا معك من رقم السعودية أو الإمارات. الناس تستغرب كيف بتواصل معي ما هو من رقم سعودي؟ لا، بهاي خدمة اتصالات الانترنت الآن أنا بروح بشتري من الانترنت رقم يبين من أي دولة، يعني بيظهر على شاشة الشخص اللي بتصل عليه من أي دولة بختارها، هذه خدمة موجودة. الآن بحط لك عنوان في السعودية أو عنوان مكتب في السعودية ما في مشكلة، أو بكون له عنوان الشركة النصابة بكون لها رقم حساب بنك محلي في السعودية عشان يتغلبوا على مشكلة الحوالات. ليش بيعملوا هيك؟ بيجوا على مقيم أو مواطن في السعودية بيقولوا له إحنا شركة في مجال التداول، تحب تشتغل معنا بنعطيك نسبة عالية من العمولات مثلا الآلاف شهريا بطلع لك. بقول لهم كيف؟ بقولوا له أنت مثلا عندك حساب بنكي مثلا في بنك محلي في السعودية، أي بنك محلي، بقول لهم آه، اوكي انت استقبل لنا الحوالات من المستثمرين والعملاء داخل السعوديه، وبعد كل فتره تحول لنا المبلغ كامل باسم مثلا حواله استيراد وتصدير او عن طريق بنوك الكترونيه او بطريقه اخرى او عن طريق الفيزا. الان بحكي لهم ما في مشكله، اوكي طيب. بقولوا احنا شركه، ممكن احيانا هذا ينخدع الشخص ما يعرف انها شركه نصابه، ممكن احيانا يكون عارف وياخذ عمولات، لما يحكوا له 25% لو كل شهر جمع 100000 دولار، هاي 25000 دولار مبلغ طائل، بوافق مباشرة. أو تيجي على مكاتب تجارية في السعودية صغيرة، يعني مكاتب تجارية خدمات، يقول لهم مثلونا أنتم مثلا، إحنا شركة تداول، أنتم صيروا ممثل لنا في السعودية، استقبلوا الحوالات وحولوها لنا ونحط عنوانكم عليكم ممثل لنا. المكتب يقول لك ما عندي مشكلة ما دام أنك بده يدفع له عمولات كبيرة. فهذا اللي بصير. يعني الآن بالنسبة للعناوين بحطوا عناوين مرات تكون وهمية، مرات بيحكوا تراخيص ممكن يكون مرخص بشكل حقيقي، ممكن يكون مرخص بشكل وهمي، ممكن يكون مع ترخيص حقيقي من جزيرة نائية بالمحيط الهادي أو المحيط الأطلسي أو بالكاريبي. الآن لا يعني أنه موثوق إطلاقا. يعني الآن صارت عمليات النصب والاحتيال مئات الملايين على السعوديين، آلاف الحالات، والسعوديين يعني بشكل عام والمواطنين في والمقيمين في الخليج العربي وفي العالم العربي أيضا، يعني بشكل عام أكثر بيخسروا كثير، يعني أكثر من 95% منهم بيخسروا، اللي بيربحوا قليل. ليش؟ لأنه ما بتداولوا أصلا، حتى في الشركات اللي بيفتحوا حسابات في شركات موثوقة ما بتداولوا بأساس علمي، ما في عندهم، ما بيقرأوا التحاليل العالمية، مع أنه أي واحد ممكن يفوت على المواقع العالمية العملاقة لها نسخة عربية بتعطيك تحليل أسواق كامل بشكل يعني حرفي، بشكل يعني مهني رائع جدا، وبتقدر تعتمد على هذه التحليلات انك تاخذ صفقات ايش تبيع او تشتري او الان. لهذا لجأت المملكة العربية السعودية الى منع الفوركس والتداول عبر الانترنت برافع عمليه، ولا ترخص هذه الشركات، ليس لانه يعني ما بدهاش، لا تريد المواطنين او المقيمين انهم يتداولوا، لا، لانه حالات النصب والاحتيال اصبحت بمئات الملايين، اصبحت جريمه اقتصاديه كبيره، الاف الحالات النصب والاحتيال كل عام تقع ضد المقيمين والمواطنين في السعوديه طبعا وفي الوطن العربي كله وبشكل خاص في الخليج العربي، لانه في قوه شرائيه في الخليج العربي، هذه الشركات تنصب على الناس وتذهب حتى ما حدا بيقدر يستعيد منها الاموال، لان الناس اللي انا سويت لهم فيديوهات عن كيفيه استعاده الاموال من شركات نصابه، حالات بسيطة جدا تقدر تستعيد الأموال، تستعيد الأموال مثلا إذا نصبت عليك شركة تداول، إذا حولت فلوس داخل السعودية مثلا
لمواطن او مقيم في بلدك تشتكي عليه او تشتكي على المكتب المؤسسه التجاريه اللي حولت لها، لانه هو قانونيا هو الان هو المجرم اللي لازم يرجع لك الفلوس، مش الشركه النصابه. الان اذا صار معك حالف زي هيك وحولت فلوسك داخل السعوديه تشتكي عليه مباشره. اذا كان معك مثلا كانت عمليه التحويل عبر الفيزا من اسبوعين وجاي، بتقدر تتواصل مع البنك ووقف لك العمليه من خلال التعاون مع شركه فيزا او ماستر الى اخره. في يعني مجالات، لكن معظم الحالات خلاص يعني راحت، اذا مضى عليها فتره طويله راحت الفلوس انتهت. الان هذه اسباب ادت الى منع الفوركس والتداول عبر الانترنت برافعه عمليه عاليه في المملكه العربيه السعوديه. السعوديه تقدر تتداول في شركات محليه بتعطيك رافعه عمليه متواضعه طبعا، لكن تعرف يعني بتضل في عمولات عاليه، فلذلك ما فيش يعني عشان هيك بتوجهوا المقيمين والمواطنين في السعوديه للشركات العالميه. طبعا احنا هيئه سوق المال في السعوديه حطوا موقع الشركات الغير مرخص لها، حطوا يعني جهودهم مشكوره، حطوا المواقع لشركات وهميه غير مرخص لها في السعوديه، وبتدعي في منها بتتقمص شخصيات اعتباريه لشركات السعودية. مشكله بالشركات النصابه انها تتغير يوميا، بيجي شركات جديده. وكيف شو المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه انها بتتقمص شخصيات شركات عملاقه، يعني ممكن تيجي لك على اسم شركه نفط او شركه اتصالات في السعوديه او في الامارات تسوي شركه فوركس على اسمها. يعني مثلا على سبيل المثال شركه فيرجن مثلا في الولايات المتحده للاتصالات، يروح يسوي لك شركه اسمها فيرجن فوركس، يروح يسوي لك شركه اسمها الرياض فوركس، جده فوركس. عشان ايش؟ عشان يخدعوا الناس اكثر. تخيل اضافه للاساليب الاخرى من انهم بيستخدموا ارقام اتصالات محليه وهميه وبيعطوا اسماء وهميه، يعني هو المشكله. وبالنهايه انت ما بتقدر تستعيد منهم، بمعظم الاحوال ما بتقدر تستعيد منهم شيء، لانهم شركه عباره عن موقع وهمي على الانترنت لا وجود لهم على ارض الواقع. الان اذا السعوديه حصلت اسماء هذه الشركات في موقع على صفحه على هيئه سوق المال، بحط رابط في صندوق وصف لهذه الصفحه. لكن هذا الحصار محاصره هذه الاسماء لا تجدي نفعا، هي جهد مشكور رائع جدا، لكن لان هذه الشركات تتغير، يعني حتى ثلثين الشركات موجوده على اللائحه راحت يعني وسووا مواقع نصب واحتيال جديده. هذه تحتاج مراقبه حثيثه من اشخاص محترفين، يعني اشخاص خبراء. كل ما تنزل شركه جديده طوال ينزلوا اسمها، طوال ينزلوا اسمها، مش انه جدول جامد من عده اشهر يظل يعطيك انه هاي الشركات النصابه، لا هاي ثلثينها راحت انتهت، نصبت على الناس بمئات الملايين بالسعوديه وغير السعوديه وراحت. الان في شركات جديده بدك تتابع كل يوم، بدك يكون عندك انت موظفين يفوتوا كل يوم على الانترنت يشوفوا الاعلانات، يشوفوا المنتديات، يشوفوا مواقع الفوركس، يشوفوا شو الناس، شو الشركات الجديده بتنزل، يشوفوا او ينزلوا الشركات النصابه هاي. انت الان في عندك موظف، ولو موظف او موظفين خبراء بيقدروا يحاصروا كل الشركات هاي. طبعا احنا هذا اللي كان حكي بنوجهه للجهه اللي مشكوره، يعني هي نزلت هذه خطوه رائعه، لكن احنا من خلال فيديوهات هاي كمان بنساهم الحمد لله بوجه الله تعالى، بنساهم بنشر الوعي بين المواطنين. الان انا مثلا ليش انا اصدق اي شركه بتحكي لك انا بدير لك الحساب وبربح لك ربح مضمون نصابين اطلاقا، اللي بقول لك بدي اداره محافظ بربح مضمون نصاب اطلاقا، لا تتداول معاه اطلاقا، اللي بيقول لك انا شركه مرخصه اقول له من وين ترخيصك؟ اذا ترخيصه من خارج الخليج العربي يقول له برا بديش، ما بتداول معك انا، حتى لو من امريكا ترخيصه، لانه انا لو مرخص فعلا من NFA امريكي او اي جهه عالميه قويه ومعتمده لا يعنيني. ليش لا يعنيني؟ لانه هذا اذا صارت معي مشكله انا شو بيعرفني بلغتهم واجراءاتهم وكيف اقدم طلب؟ لا، اذا كانت الشركات التداوليه مرخصه في دوله خليجيه لها خبره في هذا المجال ايضا، يعني مش اي دوله كمان. يعني دولة مثل الإمارات العربية المتحدة مثلا فيها شركات مرخصة من سلطة دبي المالية ومن بنك الإمارات المركزي، مقرها في الإمارات. لازم كمان تتأكد أنها مرخصة بشكل حقيقي. كيف؟ بقول لك أنا مرخص من سلطة دبي المالية، بروح على الموقع الإنترنت تبع سلطة دبي المالية، بحط اسمهم بتأكد. بدي أقارن معلومات اللي تطلع على نفس العنوان، نفس رقم الهاتف، نفس الموقع على الإنترنت. إذا في اختلاف شحطة بموقع الإنترنت معناته نصابين، لأنه في شركات كثير بتسوي مواقع إنترنت زي موقع الإنترنت مثل موقع الإنترنت للشركة المرخصة، بس بتختلف شحطة أو رقم أو حرف، بيشيلوا حرف بيزيلوا حرف. الآن تنتبه نتأكد أنها شركة فعلا مرخصة. الآن إذا إحنا من يعني مع كل هذا المنع، لكن هناك آلاف الحسابات تفتح في السعودية، يعني عشان إحنا نخفف الضرر على هؤلاء الناس نقول لهم إنه إحنا أي شركة بتحكي لك أنا بدير لك الحساب بربح مضمون هذه شركة وهمية ونصابة، وأي شركة خارج الخليج العربي لا وجود فعلي لها في الخليج العربي هذه أيضا لا تتداول فيها. ننصح يعني هذه نصيحة، لا الشركات مرخصة في الإمارات من سلطة دبي المالية ومن بنك الإمارات المركزي هذه موثوقة بنسبة 100% ما عليها غبار، بشرط أن يكون مقرها في الإمارات الفعلي ومرخصة ترخيص حقيقي تتأكد من الترخيص. ممكن تحكي مع سلطة دبي المالية أو بنك الإمارات المركزي تسألهم عن ترخيص لشركة معينة تتأكد منه عن طريق الهاتف، ترى عادي.
بالاضافه انك تفوت على موقعهم على الانترنت بتقدر برضو تحكي معهم عن طريق الهاتف، وبتقدر برضو تودي لهم بريد الكتروني تتواصل معهم تستفسر عن اي شركه او تسال حتى السفاره الموجوده في بلدك. الان تم منع الفوركس لهذه الاسباب في السعوديه، نصب واحتيال كبير جدا. هيئه سوق المال مشكوره حطت لائحه بالشركات الغير مرخص لها في السعوديه، كل الشركات بالنسبه للرافع المالي غير مرخص لها في السعوديه اصلا، ما فيش شركات مرخص لها في السعوديه بالنسبه للرافع المالي العاليه طبعا، يعني 1 الى 50، 1 الى 100، 1 الى 500. هيئه سوق المال يعني مشكوره على هذا الجهد، لكن كما ذكرنا هذا الجهد يجب انه يخضع لعمليه استدامه، تعديل 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 تعديل، إضافة الشركات الجديدة يوميا، تنشأ شركة نصابة جديدة. لا إذا أنت حبيت يعني خلاص أنت يعني عارف إنه ممنوع الفوركس السعودي، لكن بدك تتداول بالفوركس، بدك تتداول بالأسهم الأمريكية بنظام الرافع المالي في الذهب، في شركات فلتختار الأفضل، مثلا تختار الموثوق، لا تذهب إلى الخارج، اختر من الشركات المرخصة من سلطة دبي المالية أو مثل مارسيليس في الإمارات ويكون مقرها في الإمارات وتقدم كل الخدمات. مثال يعني أنا بحكي بس مثال، شركة إكس تي في مثلا مرخصة من سلطة دبي المالية مقرها في دبي، تقدر تروح عندهم تتأكد منهم، تروح عليهم تزورهم، مقرهم الرئيسي لفرع الشرق الأوسط مرخص من سلطة دبي المالية مقرهم في دبي، شارع السعادة برج الإندكس الطابق 12 على ما أعتقد، نعم هذا العنوان. بتقدم تداولات برافع مالية تصل إلى 1 إلى 500، بتقدم رافع مجانية طبعا، مالية مجانية حلال شرعا، وتقدم حسابات إسلامية حلال خالية من أي نوع من الفوائد والرسوم والربا، وتقدم حسابات تجريبية للتعليم، وتقدم حسابات مصغرة وحسابات عادية فيها منصة تداول ميتا تريدر وإكس ستيشن خاصة فيها مرخصة رسمية من سلطة دبي المالية، إضافة لتراخيصها العالمية من هيئة رأس المال التركية، ترخيص رسمي هيئة الرقابة على السلوك المالي في بريطانيا FCA، ترخيص بريطاني وترخيص إسباني وترخيص بولندي. الشركة تأسست سنة 2002 ولها أكثر من 15 مقر على مستوى العالم مدرجة للتداول، أسهمها في بورصة وارسو في بولندا، قيمتها السوقية في البورصة حوالي 1 مليار دولار أمريكي. الشركة بتقدم أيضا تعليم وتدريب مجاني للعملاء، تحليل يومي شامل للسوق، بتقدم أيضا بالنسبة لعملية التسجيل للحسابات عبر الإنترنت أو تقدر تروح لهم على مكتبهم دبي بسهولة، وتفعيل الحسابات، السحب والإيداع باستخدام بطاقات الفيزا أو البنوك الإلكترونية والحوالات سهل جدا وما في عليه أي مشاكل السحب والإيداع. الآن الشركة بتقدم أيضا تداولات في العملات الرقمية والعملات العادية، الأسهم الأمريكية، كل الأسهم العالمية، مؤشرات الأسواق والأسهم العالمية، إضافة إلى الذهب والنفط والمعادن وحتى صناديق الاستثمار الدولية أيضا بتقدم فيها تداولات، شركة موثوقة بنسبة 100%. الآن رابط التسجيل بدون عمولات وبدون واسطة في هذه الشركة للحساب التجريبي أو الحقيقي موجود في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، وهذا رابط سعودي كو من موقع سعودي كو سعودي.co. هذا الرابط في شركات موثوقة أيضا في الإمارات بنسبة 100%. يعني إحنا هون حكينا ليش السعودية منعت، مش المملكة العربية السعودية سياسة حكيمة في منع الفوركس، وهذا هذا غير فوضوي غير منظم. يعني إحنا بننتظر إن شاء الله في الأشهر القادمة إنه يصير في شركات تترخص في السعودية وبرقابة سعودية وبقوانين سعودية. الآن هون إحنا نستفيد جدا، ليش؟ لأنه إحنا بنحل مشكلة نصب والاحتيال، لأنه حتى الشركات إحنا بنحكي لهم نصابين، بيحكوا لك أي شركة بتحكي لك ربح مضمون نصاب، بس ثاني يوم بروح بحط معهم فلوس بغروب، لأنه بيلعبوا بعقله يعني ان شاء الله ستربح، باذن الله ستربح، بيحكوا معه عربي يعني بيكون مسلم وإشي، ستربح ارباح كبيره والفرص السوق رائعه وباذن الله، بيقتنعوا يعني بيخدعوا الناس. يعني لما يحكم الرقم داخل السعوديه، اتصالات انترنت بيختاروا من اي دوله، لما يحط لك انه العنوان في السعوديه يحط عنوان مكتب تجاري، ولما يكون حسابه البنكي في السعوديه طبعا في ناس بدها تقتنع. لكن احنا بنطلب من هيئة سوق المال لما نزلوا الجهة المختصة اللي نزلت لائحة بشركات غير مرخصة متابعة هذه الشركات، إضافة الشركات الجديدة، لأن يوميا تنشأ شركات جديدة والأسماء الموجودة في القائمة أكثر من ثلثينها راحوا. الآن سووا هذولا يعني إنه يسوي شركة نصابة عنده مثل جرة قلم، بعشر دقائق بيشتري الدومين والهوست وبحط شركة السعودية فوركس، الإمارات فوركس، عمان فوركس، جدة فوركس، الرياض، 10 دقائق بكون مشغل وبشبك مع الجيت واي بيمنت تبع شركه فيزا ومع البنوك الالكترونيه اللي تسمح له او الحوالات البنكيه، او بيحكي مع واحد بيتفق معه في السعوديه يستقبل الحوالات ثلاثي. يعني 5 دقائق 10 دقائق بيعملوا الشركه النصابه، يجب متابعتها بشكل حثيث، يعني على الاقل تمسكها في البدايه، مش انها تستفحل بالناس وتخنق.
تخيل يعني انت مبالغ من 2015 ل 2000 لبدايه 2021 حوالي مليار و100 مليون المبالغ اللي تم النصب فيها على السعوديين والاماراتيين على دول الخليج العالم العربي وبشكل خاص الخليج العربي باسم التداول واداره المحافظ الوهميه. نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.